خير رأيت وشرب لا ليس ثابتا ولكن لا بأس من استعمال ذلك أحيانا وفي كبارك أيوة. رأت على ذلك الطريق رأت الرسول صلى الله عليه وعلى آله وسلم بقفازه. ثم رأتني دخلت معي رأتني يعني واقفة أمام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. رأت الرسول صلى الله عليه وسلم يتبسم لي وأنا أتبسم لي. ثم نزلت معه. لقيت غدا بري ينزل معنا. فلما نزلت فسألتني أين تنظرين؟ فقلت انظري إلى الذي أنظر إليه. فرأت الرسول صلى الله عليه وآله وسلم، ثم تبسم صلى الله عليه وآله وسلم ونظر في الطريق، نظر في تلك الطريق. ثم مشينا معا في تلك الطريق، فالأخت إياه. ثم لما كنا نمشي رأينا شيخا، شيخا على تلك الطريق، رأينا شيخا، فسلمنا عليه، فقلنا السلام عليكم، ثم رد وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. فقال لنا هذا الشيخ رأيتم الرسول سألنا هل رأيتم الرسول صلى الله عليه وآله وسلم؟ فقلنا نعم رأيناه. يعني دلنا معه لتلك الطريق. فالأخت هذه سألتني في المنام قالت لي من هذا الشيخ؟ فقلت لها إن أكرم الله جل جلاله بشرى لك يا شيخ. فقلت لها هذا الشيخ الألباني. هذا الشيخ الألباني وإن شاء الله تعالى قلت يعني أبشر الشيخ من أنها بشرى إن شاء الله أنه على طريق السنة إن شاء الله تعالى. فما تقول يا شيخ؟